اسمع بيناتنا المرزوقي عندي حكايتين عليه. شو نقول لكم البلاصه مسكره ليه؟ توري. المرزوقي قال لك يا سيد المحترم غرق في البيسين بتاع القصر. والله صحيح. والله. نحن سوا نضحكوا عليها الحكايه قاعدين. شيخين نحمدوا ربي اللي هو ما ماتش. هذه هي مش بدهم تلاقيني فيها. تصور لا قدر الله بعد عمره طويل، ربي يطول لنا في عمره سيدي المرزوقي. تصور بعد عمره طويل غرق النهارده في البيسين ومات. مش تحكي بالله. بلاش مش تحكي. يبدا يسالوا فيك مثلا انك ناس هبطوا منهم الناتو هبطوا باش يقتلوا القذافي. بشار الاسد اللي تو يفرعوا فيه واحنا الرئيس نتاعنا هبط في الحوش نتاعه يا اخي غرق. وقفين غرق. الكلمه نتاع غرق حتى كيف ضخمها شنو تولي؟ هي بقبق. تصور تحوس في باريس تمشي على الشارع. اسمع مش تونسي هذاك؟ وين تونسي؟ هم حكيه فارغه رئيس مغرب. هذاك علاش قلت لكم الحمد لله ما ماتش. وعنده حكايه اخرى بيناتنا بالله ما عاود حد بيناتنا. قال لك نهار بعد ما الكاس نتاعو ركبت له هما بيت في القصر يحب يدخل. قال له راهي مسكره هذيك اختار منها لو فيها امور. حلوا له الباب في الاخر كبش. لا تمروا روح الباب لا تمروا حلوا الباب خل. لقى حاجه هكا معامل. قالوا شنو هي هذه؟ قالوا سيد الرئيس هذيك قبل هذيك المخلوع اهداها له رئيس نيجيريا هذيك معموله كلها بالعاج. تعدى من هون لقى واحد اخرى كيف كيف. هذه شنو هي؟ شنو هي الفصاله هذه؟ قالوا هذيك رئيس نيجيريا مدها رئيس كوت ديفوار ومدها من بعد المخلوع. يفهم في الحكايات هذه. بعد جاي والفصاله هذه شنو هي هذيك؟ قالوا سيد الرئيس هذيك مرايه. هذه ما بين ليك راه